هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول الى خط النهاية معلنا فوزا وانتصار كبير مع اللحظات الاخيرة توقيت الزمني المرافق المغيرة لعبد الله بن سعيد بن حمد العرياني 12 دقيقة 45 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية تهانينا والناموس اتت بالمركز الثاني دمعة هزاع بن محمد بن ترحيب الهاجري التوقيت الزمني للمركز الثاني اثنا عشر دقيقة سبعة واربعين ثانية وثمانية اجزاء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث مرموقة لسعادة احمد بن سلطان الحلامي والتوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية وسبعة اجزاء من الثانية تهانينا والناموس اتت بالمركز الرابع هي نشرة لمحمد بن حبروت بن سلطان الكتبي التوقيت الزمني لانطلاقة نشرة هناك 12 دقيقة 49 ثانية وثلاثة اجزاء من الثانية بينما المركز الخامس كانت وبرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية والتوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية وستة اجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وانطلاقة الشوط السادس للحول المهجنات لفئة الانتاج والمنتجين حيث بدا هذا التحدي وبدا هذا الصراع من أجل الفوز ومن أجل الناموس مباشرة مع المركز الأول ليتابع الحلامي وشعاره صبا من تحتل الصدارة بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي هو المحتل الصدارة ليقدم صبا بينما المركز الثاني أتابع غدير خالد بن سالم بن ضحي الكعبي هو القادم مع المركز الثاني بينما المركز الثالث أتابع انطلاقة الكايدة محمد بالطماطم بن حمد العامري العامري حضر في هذه اللحظات ليقدم الكايدة مع المركز الثالث المركز الرابع أتابع انطلاقة الشايبة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل قادم في هذه اللحظات مع الشايبة مع المركز الرابع المركز الخامس أتابع انطلاقة وتحدي العنود هلال بن عيضة بن هلال المزروعي المزروعي هو القادم مع المركز الخامس المركز السادس أتابع سمحة مبارك بن سالم بن محمد بن هدفة العامري يقدم شعاره المركز السابع أتابع المتحدة أحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري بينما المركز الثامن في هذه اللحظات أتابع الهايلة 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 بن خزع بالعثة العامري بينما المركز التاسع أتابع انطلاقة شقرة خليفة بن محمد بن شاهين المرر بينما المركز العاشر أتابع انطلاقة وتحدي في هذه اللحظات الذيبة الذيبة صالح بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمين نعود بعد ذلك بعد النداء الأول
المركز الأول إلى سعادة الحلامي. الحلامي من يقدم صبا سعادة أحمد بن سلطان. الحلامي يحتل الصدارة ليقدم لنا صبا بإنجازات صبا وإنجازات شعار الحلامي. بينما المركز الثاني أتابع غدير هي القادمة مع المركز الثاني. خالد بن سالم بن ضحي الكعبي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الكايدة يا بالطماطم يا محمد يا بالطماطم يا بن حمد يا العامري يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. يتقدم مع الكايدة بينما المركز الرابع أتابع انطلاقة وتحدي الشايبة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. أبناء دولة قطر يشاركون بكل قوة قادمين بانطلاقة في هذه اللحظات الشايبة. بينما المركز الخامس أتابع انطلاقة وتحدي العنود هلال بن عيضة بن هلال المزروعي هو الحاضر في هذه اللحظات. هكذا هم الخمس النجوم الفايف ستار المتقدمين. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى. من تحتل الصدارة في هذه اللحظات؟ ما زالت متابعينا ومشاهدينا الكرام أغادير خالد بن سالم بن ضحي الكعبي وشعار الحلامي. يقدم صبا سعادة أحمد بن سلطان. الحلامي يحتل الصدارة مع صبا هي في الصبا هي مع المركز الأول. تحتل المركز الأول تسيطر تمام السيطرة حاملة على غاربها شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. بينما غدير بالملازمة لشعار الحلامي أغادير تحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. خالد بن سالم بن ضحي الكعبي هو المنطلق في هذه اللحظات. وصلكم الشنجل، تقدم الشنجل من خلال تقديم الشايبة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل يقدم شعاره. المركز الرابع أحضرت الكايدة محمد الطماطم بن حمد العامري قادم بكل قوة يقدم الكايدة. وأيضا الحضور أتابع سمحة مبارك بن سالم بن محمد بن هدفة العامري قادم بكل قوة يقدم لنا شعاره. واحضرت العنود، تقدمت هلال بن عيضة بن هلال المزروعي. الفوز وين لمن من بين هذه الأسماء من بين هذه الشعارات؟ لمن الفوز؟ الحلامي هو قائدا لهذا الركبة. الحلامي يقدم لنا صبا سعادة أحمد بن سلطان. الحلامي يقود المسيرة يحتل المركز الأول مع انطلاقة صبا أغادير مع المركز الثاني بشعار الكعبي. الشنجل مع المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة الشايبة. ووصلت الشعارات، أول نداء لشجرة خليفة بن محمد بن شاهين المرر حاضر بكل قوة. ولكن الكايدة مع المركز الخامس بشعار
محمد الطماطم بن حمد العامري. بدأت المعركة الآن، بدأ صراع العودة إلى شعار المرر. من احتل الصدارة؟ خليفة بن محمد بن شاهين. المرر، المرر مع الصدارة، يقدم لنا شعاره، يقدم شقرة، شقرة يا شقرة، شقرة. والشنج القادم مع الشايبة صبا مع المركز الثالث بشعار الحلامي، المركز الرابع أغادير، ولكن العودة إلى شعار المرر مع شقرة خليفة بن محمد بن شاهين. المرر، المرر، المرر مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن الشنجل، الشنجل خطير، يبي له متابعة، يبي له مراقبة. يقدم الشايبة محمد بن ناصر بن محمد الشنجل، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، يا المرر، يا الشنجل، يا الحلامي. ولكن بالصلف، بالصلف هو القادم، هو القادم، هو المحتل للصدارة بانطلاقة شقرة، شقرة، شقرة. الحلامي قادم، الحلامي قادم. واحضنت حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. الله، الله، الله يا الحلامي، الله يا الحلامي. يقدم لنا صبا، يقدم لنا صبا. سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، الحلامي، روح يا الحلامي، روح، روح يا الحلامي بشعارك، بشعار الإنجازات. ووصلت، أوصلت حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، ولكن الحلامي، الحلامي وإنجازاته، الحلامي وبطولاته، الحلامي وتاريخه، وتاريخه، وتاريخه. روح يا الحلامي، روح، روح يا الحلامي، روح. وصلك المرر، وصلك بالصرف، ولكن الحلامي، الحلامي بالتاريخ الكبير، بالمجد التليد، الحلامي، ولكن المرر، المرر. الله، 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 ما بين بالصلف، ما بين الحلامي، الفوتو فينش، الفوتو فينش، ما بين شعار الحلامي، ما بين شعار المرر. متابعينا الكرام، المركز الثالث أوصلت حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. المركز الرابع أوصلت الكايدة محمد الطماطم بن حمد العامري. وخامسا أوصلت مع المركز الخامس العنود هلال بن عيضة بن هلال المزروعي. ياهو تحدي، ياهي معركة ما بين الحلامي وما بين شقرة خليفة بن محمد بن شاهين. المرر، لحظات الإعادة، ونترك هذا الأمر للجنة المختصة في مثل هذه الأمور. تهانينا والناموس لمن الفوز، لمن الانتصار. بالفعل متابعينا الكرام، كان الناموس من نصيب المرر. تهانينا، والناموس هي شقرة خليفة بن محمد بن شاهين. المرر مشكور يا علي بن خليفة على هذا التقديم الرائع لشقرة، بينما اللي احتلت المركز الثاني قدمت أداء تشكر عليه صبا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 43 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية للمركز الأول وللمركز الثاني، بينما المركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. وتوقيتها الزمني المركز الثالث أوصلت متابعنا الكرام حدث توقيتها الزمني 12 دقيقة 45 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا، والناموس لمالك حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، بينما المركز الرابع
أوصلت الكايدة محمد الطماطم بن حمد العامري وتوقيته الزمني 12 دقيقة 45 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لأبو مبارك هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس العنود هلال بن عيضة بن هلال المزروعي 12 دقيقة 47 ثانية، جزء وحيد من الثانية. هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس لمالك شجرة خليفة بن محمد بن شاهين المرر. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله وحفظه. مشاهدينا الكرام متابعين الأعزاء.